أذاكم شهر رمضان شهر مبارك. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجه. وعند ابن ماجه: لا يزال الناس بخير، والحديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، أي المغرب، على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وهو كما قال. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وهو حديث صحيح.